اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة لقمة مجموعة العشرين. اجتمع اليوم مع مستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل. أكد سموه خلال الاجتماع حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على دعم وتعزيز العلاقات بين المملكة وألمانيا، فيما عبرت المستشارة الألمانية عن رغبتها من سمو ولي العهد نقل تحياتها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين، وجرى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين.